ولاية سعيدة للحديث عن إنجاز مشرف للثقافة الجزائرية، الفنان المسرحي ابن الجزائر ابن مدينة سعيدة مصطفى بوري يفتك الجائزة الخاصة، طبعا هي جائزة الدوحة، لجائزة الدوحة للرواية للكتابة الدرامية عن رواية ذكريات من الزمن القادم. تحية لك سيد بوري وتهانين على الجائزة، مرحبا. ألف شكر وتحية متبادلة، وأسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله. سيد بوري، تهانينا أولا على التتويج، وطبعا إنجاز مشرف، وينضم إلى محفل المنجزات والتتويجات في المحافل الأدبية العالمية لكتاب وأدباء جزائريين. هل سيد بوري كنت تنتظر هذا التتويج بهذه الجائزة؟ أولا أستاذي، إن سمحت لي المنشط عبدون تفضل. محمد، مرحبا، أن أقتطع من وقتك بعضا من الزمن لأحيي فيه القناة التلفزيونية الثالثة لمؤسسة التلفزيون الجزائري، الذي أعتبره في الحقيقة هو أم القنوات التلفزية العمومية والخاصة، فمنه تولدت كل هذه الترسانة الإعلامية السمعية البصرية في البلاد، ولا ينكر فضله على البلاد والعباد إلا جاحد. إن سمحت لي أيضا أستاذ محمد أن أتوجه بتحية حب وتقدير لكل متتبعي هذه القناة التلفزيونية الرائعة الأطروة. مرحبا بك. وهلاك أقول لك، وأنا أحدثك الآن من المدينة المجاهدة، مدينة سعيدة، وأنا في منطقة تبعد عن مدينة سعيدة بحوالي 40 كيلومترا، تسمى منطقة تيوب، وهي أو تسمى أيضا داود، وهي المدينة الوحيدة التي يمكن أن تكون قد أطلق عليها اسمي مجاهد في أو اسمي شهيدين في الجزائر كلها، والله أعلم. بالنسبة لتوقعاتي حول الفوز، حول هذا التتويج، في الحقيقة التتويج أقول أنا توقعت أن يحتل النص مراتب متقدمة، وكان من المحتمل بنسبة كبيرة يعني بأن أتوج بالجائزة، ولكن أنا لم أكن أظن أنها جائزة واحدة غير قابلة للتناصف، فهي جائزة واحدة، فكان من الممكن أن تكون منصفة مع أحد آخر يعني. نعم. لا ننسى أن من بين المرشحين أو المتأهلين من بين حوالي 319 مشارك في الفرع الخاص بالمسرح. نعم، أعود إلى نص المسرحية أو نص هذه الكتابة الدرامية، حملت نوعا ما العبقرية، كما هي هذه المرأة العبقرية نانا أو نانو، صوبني إن أخطأت. نعم، النص المسرحي يحكي قصة امرأة عبقرية اسمها نانا، وليس نانو كما تداولته الصحافة. نعم، تداولت بعض الجرائد نانا. لأن ثمة فعلا شخصية أخرى في النص اسمها نانو، هي شخصية أيضا مهمة في العمل في النص، وهذه الأسماء لها دلالتها في سياق النص. نانا الشخصية الرئيسية تكتب كتابا تتحدث فيه عن مصير الكون، وتشير إلى محطات حاسمة في مستقبل البشرية، منها مثلا ظهور وباء يكون ضحاياه خلق كبير، منها أيضا حرب نانوية. لماذا نانوية؟ لأن التقدم العلمي سيفضي بنا إلى ما يسمى بتكنولوجية النانو في قادم الزمن في المستقبل القادم، وهذا التطور العلمي أنا في نظري يعني، وهذا وجهة نظر خاصة، يبدو لي أن هناك تطور عكسي آخر، تطور آخر عكسي عكس التيار التطور العلمي، وهو سلم القيم نشهد لها بعضا من الانهيار إن صح التعبير، أو هي آيلة إلى السقوط.
فهذا التطور العلمي لم يصاحبه تطور في القيم الإنسانية، فتظهر بعض الأمور التي نكتشف أن من ورائها سلطة خفية، طبعا هي سلطة بشرية خفية، هي التي تحاول أن توجه العالم إلى وجهة التي تريدها. نعم، وتحمل إلينا هذه الذكريات من الزمن القادم، هل سنراها مستقبلا في إنتاج مسرحي إن شاء الله أستاذ بوري؟ أنا أتمنى ذلك، ولكن أشترط شرطا واحدا. أنا قلتها للصحافة، قلت أنا لا أشترط حتى الجانب المادي، ربما لا أناقشه، ولكن أناقش المخرج. أنا أبحث عن المخرج، أن يترجم فعلا يعني كما كنت تريد وكما كنت ترى أنت أيضا. بالضبط، ليس بالضبط، يعني لا ليس من ليس ملزما المخرج أن يعيد أفكاري، ولكن هو ملزم بأن يحافظ على روح النص، على الأقل أن ينقل بعض الرسائل وبعض التشفيرات، هو ملزم بأن ينقلها إلى الجمهور العريض، وهي تشفيرات مهمة من أجل نهضة لنهضة بشرية وهي تمس الإنسانية بالدرجة الأولى. شكرا جزيلا سيد مصطفى بوري. العفو، إن شئت لو سمحت لي باختصار فقط، إن سمحت وأن تفضلت سيد بوري. معك، وفي الحقيقة أنا أردت أن أحيي الشعب الجزائري الذي ألهب مواقع التواصل الاجتماعي، صحيح، معبرا عن فرحته البالغة بهذا التتويج. الحق هو شعب يستحق أن تهدى له هذه الفرحة، وتستحق الجزائر أن يهدى لها هذا التتويج. وإنني أزعم أنه لولا الحجر الصحي وضرورة التباعد التي فرضتها علينا الجائحة لا خرج الشعب الجزائري في مواكب معبرا عن فرحته. شكرا للقناة، ونحن سعداء، نحن سعداء جدا بهذا التتويج سيد مصطفى بوري. شكرا جزيلا لك، ومن خلالك أحييكم الناس السعيدة على المباشر عبر برنامجي هذا الصباح. تهانينا إذن، تشريفك وتتويجك بهذا المنجز.